في المسألة رقم 845 مديني دايرة بالشكل ده، وطلب مني الاي اوف تي زي ما احنا عارفين، وطلب مني هنا حاجة جديدة شوية، ان انا بعد ما اجيب الفورمولا بتاعت الاي اوف تي اجيب التايم اللي مطلوب مني، التايم اللي هيحصل عنده ان اي اوف تي هتساوي 99% من الفاينل فاليو بتاعتها. فخلينا بس نحل الاول، احنا محتاجين نجيب الفورمولا دي الاول اللي هي الاي اوف تي، ودي بنجيبها بالطريقة يعني دي المسألة متعودين عليها. احنا عارفين في الحالة دي ان الاي اوف تي هيساوي الاي شورت سيركت زائد الاي زيرو ماينس الاي شورت سيركت في اي اس نيجاتيف تي على تاو، او يعني ال في ار تي. فاحنا محتاجين نجيب برضو الار تي والشورت سيركت، الاي شورت سيركت والاي زيرو. فزي ما احنا عارفين الاي زيرو هي نفسها الاي زيرو نيجاتيف، دي اللي بنجيبها من الستيدي ستيت قبل ما السويتش يقفل مباشرة، هتبقى عندي الدايرة بالشكل ده. دي الدايرة بتاعتي هتبقى هنا، السويتش ده هيبقى مفتوح وده هيبقى شورت سيركت. اوكي، والحته دي لسه السويتش ما قفلش، فانا عايز اجيب الاي زيرو نيجاتيف. فلو تاخدوا بالكم الاندبندنت سورس الوحيد اللي هو ال 40 ده مفصول عن الدايره خالص، فما فيش اي كارنت هيمشي في الجزئيه دي. فتلاقوا هنا الانرجي سورس الوحيد اللي عندي هو الخمسة اي واحد، وده ديبندنت سورس، هو ديبندنت على اي واحد، واصلا اي واحد مش هتيجي من اي حته اندبندنت لان ده مفصول، وتلاقي الدايره دي كلها ما فيهاش اي انرجي، مش وصلها اي انرجي، فالاي واحد هيبقى بصفر والخمسه اي واحد بصفر، يعني كل الحاجات اللي هنا هتبقى بصفر حتى الاي اوف زيرو نيجاتيف. فلاقي ان اي اوف زيرو نيجاتيف ده بزيرو، فده بالنسبه للاي زيرو نيجاتيف. بالنسبه بعد كده بقى لما الدايره تقفل، اول لما الدايره او يعني لما الدايره تقفل عشان خاطر اجيب الاي شورت سيركت والار تي، هبص على الدايره بعد ما السويتش هيقفل، فالدايره بتاعتي هتبقى بالشكل ده. دلوقتي لما السويتش يقفل وانا هنا هبص على اي شورت سيركت الاول، فهحط هنا شورت سيركت، فدلوقتي ده بقى مقفول، وانا هحط هنا شورت سيركت وعايز اجيب الاي شورت سيركت. فلو جيت ابص هنا هلاقي ان انا عندي فولتج سورسز، فممكن ابقى ممكن ابتدي افكر هنا في الميش اناليسز. فانا عندي تو ميشز، وليكن مثلا هخلي الميش الاولانيه دي عندي ميش هنا وميش هنا، فالميش دي انا هديها مثلا رمز اي، يعني مش هديها اي واحد لان واحد هو اللي ماشي في البرانش ده، فانا هديها مثلا رمز اي 2، واللي ماشي هنا هو نفسه الاي شورت سيركت، فانا يعني هدي له نفس الرمز بتاع اي شورت سيركت. تعالوا بقى هنا لما نشوف اي 2 نعمل هنا كي في ال ات الميش 2 ميش 2، لما اجي اشوف هيبقى عندي لما اجي امشي من هنا يبقى عندي نيجاتيف 40 زائد، انا مثلا هدي البولاريتي دي هخليها مع الكرنت ده عشان ابقى ماشي مع الباسيف كونفنشن، وده المفضل يعني لما اجي اشتغل في الكي في ال ما بقاش عارف البولاريتي هنا. فما دام انا عارف ان الاي 2 انا مديها فرض ان هي ماشيه كده، فيفضل ان انا افرض البولاريتي تبقى مع الباسيف كونفنشن بالنسبه للاي 2، بحيث ان انا اقول بلس 20 اي 2 وبعدين بلس الكرنت اللي ماشي هنا ال 20. طبعا انا هنا انا ماشي عندي اي 2 وعندي اي شورت سيركت، معرفش في مين فيهم الاكبر من التاني، فانا بقى هنا ممكن افرض اي بولاريتي، هفرض مثلا البولاريتي فوق يعني بوزيتيف ونيجاتيف، هلاقي البولاريتي ماشي مع الاي 2، فانا ممكن اقول 20 في البوزيتيف ده الاي 2 ماشي معاه والاي شورت سيركت ماشي عكسه، اي 2 ناقص اي شورت سيركت. اوكي، الكلام ده كله بيساوي صفر، ماشي. فدي المعادلة الأولانية. المعادلة التانية تيجي بدي الكي في ال عند اللوب التانية اللي هي اللوب بتاعت الاي شورت سيركت يعني، أو المش بتاعت الاي شورت سيركت، هلاقي إن أنا عندي هنا نيجاتيف نفس اللي فات، هاخد نفس ال نفس ده بالظبط، نيجاتيف 20 اي 2 ماينس اي شورت سيركت زائد اللي هنا اللي هو 5 اي 1، خلاص كده يساوي صفر. فانا عندي هنا معادلتين في ثلاث مجاهيل اي 2 واي شورت سيركت،
و اي واحد، فطبعا انا محتاج مش هقدر اجيب معادلة تالتة، بس اساسا اي واحد ممكن اقول ان هو اي واحد بيساوي اي اتنين ناقص اي شورت سيركت، وبالتالي انا خليت المعادلتين دول، شلت اي واحد حطيت اتنين واي اتنين شورت سيركت، فدي المعادلتين في مجهولين احلهم مع بعض، لما احلهم مع بعض هجيب اي اتنين واي شورت سيركت، فلاقي ان اي شورت سيركت لما اجيبها هنا هتساوي 2 امبير، فدي الاي شورت سيركت بتاعتي. ده بالنسبه للاي شورت سيركت. بالنسبه للار ثيفينين، طبعا زي ما انتم عارفين في الحاله دي انا عندي ديبندنت سورس، فده مش هقدر استخدم هنا بقى ان انا اعمل دي اكتيفيشن واعمل ريزيستنس ريدكشن، لا، فاضطر ان انا عشان اجيب الريزيستنس هنا استخدم الطريقه الثانيه اللي هي ار تي بيساوي الفي اوبن سيركت على اي شورت سيركت. انا جبت ده، فانا محتاج اجيب الفي اوبن سيركت دلوقتي، فهحط اوبن سيركت عند مكان الاندكتور، هحط هنا اوبن سيركت، طبعا ده مقفول دلوقتي، وانا محتاج اجيب ال V open circuit هنا، ماشي. فلما اجي ابص على الدايره دي ممكن اقول ال V open circuit بيساوي كام. طبعا انا حتى لو بصيت على الكرنت اللي هيطلع اصلا من هنا هلاقي الكرنت طالع مثلا طالع من هنا وماشي، فلاقي ان هو هينزل هنا ومش هيقدر يكمل هنا لان دي تبقى open circuit، فيبقى الكرنت اي واحد هو نفسه هو كل ده هيبقى اي واحد، مش هيبقى في كرنت ماشي هنا. فيعني ممكن اقول لو جيت اعمل حتى كي في ال بسيطة هنا، جيت اعمل كي في ال في المش دي، هلاقي ان طبعا الكي في ال مش مشكلة ان ده يبقى اوبن سيركت، ما عنديش مشكلة، انا هبص على الفولتجز وخلاص، فخلوا بالكم دي ما تعملناش مشكلة لان الكي في ال ممكن اطبقها حتى لو في برانش من البرانشز دي اوبن سيركت. فلو جيت عملت الكي في ال هنا ممكن اقول ايه، او مثلا الفولتج اللي هنا الفولتج ده يعني هديله مثلا البولاريتي بتاعته هخليها مع اي واحد، لان اي واحد هيبقى ماشي كده، فهديله بولاريتي بالشكل ده. فلما اجي ابص هنا هلاقي اقول الكي في ال دي هقول نيجاتيف 20 في اي واحد زائد 5 اي واحد زائد في او سي بيساوي زيرو. يعني اذا بي او سي بيساوي 20 اي واحد ناقص 5 اي واحد، يعني بيساوي 15 اي واحد. فانا بس محتاج اجيب اي واحد، فاي واحد لو جيت ابص هنا هلاقي ان دي دايرة مقفولة على نفسها، يعني ممكن الكرنت ده ماشي في اتنين ريزيستنسز سيريس مع بعض 20 و20، يعني اي واحد ممكن اقول ان هو بيساوي الـ40 دي على مجموع الاثنين دول على 20 زائد 20 اللي هي يعني 40 على 40 او 1. يعني اذا ال VOC بيساوي 15 فولت. يعني لما نيجي نحسب ال RT هنلاقي ان ال RT بتساوي V open circuit اللي هو انا لسه جايبه 15 على I short circuit انا كنت جبته كان ب2. اوكي، فده بالنسبة ل RT، ف RT هيساوي 15 على 2 اوم. اوكي، فلما اجي انا كده جبت الثلاث حاجات اللي انا محتاجهم اللي هو الاي زيرو والار تي والاي شورت سيركت، فاجي اعوض في المعادله العامه بتاعت الاي تي هتساوي اي شورت سيركت 2 زائد الاي زيرو اللي هي كانت بزيرو ناقص 2 في اي اس نيجاتيف تي، انا كانت ال عندي ب 15 ملي، والار تي انا لسه جايبها ب 15 على 2، يعني الكلام ده هيساوي ممكن نسحب 2 مشترك 1 ناقص اي اس النيجاتيف، اختصار الكلام ده كله 15 مع 15، يعني هيبقى عندي دي الجزئيه دي هتبقى 1 على 2 ملي تحت، والملي دي ممكن اطلعها فوق تبقى كيلو، يعني تبقى 1000، يعني الكلام ده يبقى 1000 على 2 يعني 500، فممكن اقول الكلام ده بيساوي نيجاتيف 500 تي كله على بعضيه، فده الاي تي اللي انا عايزه. ف
فكده انا خلصت الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه دلوقتي بيقول لي هو ايه، هو طالب تي لما تكون الاي اوف تي بتساوي 0.99 of the final value. طب احنا الاول عايزين نعرف ايه هي الفاينل فاليو دي. فزي ما انتوا عارفين احنا كنا قلنا قبل كده ان الفاينل فاليو هي اللي هنعوض فيها الستيدي ستيت بتاعت السيركت. يعني لما نيجي نرجع للسيركت هتبقى الستيدي ستيت بتاعت السيركت بس في حاله لما يكون بقى بعد ما قفلت السويتش وفضلت بقى قافله لفتره طويله جدا. ففي الحاله دي الفاينل فاليو انا ممكن اجيبها دي برضه تعتبر الستيدي ستيت بتاعتي، او ممكن اعوض لما تي بتساوي مثلا انفينيتي. فلما اعوض انفينيتي في الجزئيه دي انتوا عارفين ان ساعتها لما اعوض بالانفينيتي في المعادله دي المفروض ان انا في الاخر هيطلع لي الاي عند انفينيتي هو نفسه الاي شورت سيركت اللي انا كنت جبته قبل كده، اللي انتوا عارفين طبعا في الاخر الاندكتور في الاول وفي الاخر في اي ستيدي ستيت هيبقى شورت سيركت، ودي انا كنت جايبها ال 2 امبير. اوكي، يعني اذا انا ممكن بقى اعوض في المعادله دي. لو جيت اخد المعادله دي هقول يبقى اذا الاي اوف تي اللي مطلوب مني اللي هي 0.99 او 99% من الاي فاينل اللي هي الاثنين اللي انا جايبها دلوقتي. الكلام ده بيساوي اروح معوض في الطرف اليمين هيبقى عندي مجهول واحد اللي هو تي زي ما نشوف دلوقتي اي اس نيجاتيف 500 تي. ماشي، فلما نيجي نبص على المعادله دي الحاجه الوحيده المجهوله عندي هي التي. هبتدي بقى ابسط المعادله اشيل مثلا الاثنين دي مع الاثنين دي، وبعدين يعني اقول 0.99 هروح قايل اجيب واحد الناحيه الثانيه ناقص واحد، وبعدين هروح ضرب الكلام ده في نيجاتيف عشان اخلص من النيجاتيف دي. انا خلصت واحد من واحد بنيجاتيف، وبعدين عشان اخلص من الاكسبوننشال هروح واخد لين للطرفين. فكده انا خلصت من الاي فهيبقى عندي نيجاتيف 500 تي، فاروح قاسم على نيجاتيف 500 عشان اخلص من دي كمان، فكده هيطلع لي التي. يعني اذا التي اللي مطلوب عندي هو اللي هحسبه من الحسبه دي. في الاخر التايم ده هيطلع تقريبا 9.21 ملي سكند، وهو ده التايم اللي مطلوب عندي.